اللي بيحصل في فلسطين بيدي دروس مهمة جدا، محتاجة عقول واعية وصحية علشان تفهم بعض المعاني المهمة. محدش هيحرر لك بلدك، ومحدش هيرجع لك حقك، ولو مليون واحد ساعدك لمليون سنة، ولكن هيفضل العامل الأساسي في أي تحرك وأي تغيير وأي تبديل هو أنت. كنت قوة وطنية، سياسية، دينية، أي ما كنت، ولكن المحرك الأساسي لتبديل وتغيير الأمور في بلدك، في وطنك، في أرضك وسط شعبك هو أنت، مش بلد تانية. ممكن بلاد تانية تساعدك، تغض الطرف عن بعض الأشياء، أو تقدم لك إيد العون بشكل ما في أمور ما، إنك توفق أوضاعك، إنك تبقى قاعد عندهم علشان تشوف حالك هتعمل إيه. إنما ما تعولش على حد إنه يغير لك الواقع في بلدك، إنه يخلي الواقع أحسن في الفترة اللي جاية غير أنت، لأن ممكن أخوك يساعدك بس ما حدش هيشيل شلتك في النهاية غيرك، أنت اللي لازم تشيل شلتك. إرادة الوطنية بتنبع من الشعوب، بتنبع من بلدك ومن ناسك، مش من حد تاني. رسائل مهمة جدا بتبعتها المقاومة الفلسطينية، بتبعتها الناس اللي متمسكة بأرضها وفكرتها في قطاع غزة، بتقول لك إيدك وأهل بلدك، بتقول لك خلي عندك يقين في قدراتك، وخلي عندك إيمان بأهل بلدك وبشعبك، اقنعهم بفكرتك، خليهم هم اللي يجيبوك، خليهم هم اللي يدافعوا عنك. غير كده ممكن ناس كتير في الدنيا تساعدك بقدر ما لوقت ما، بس مش هتقدر تساعدك دايما، ومش هتقدر تساعدك بشيك مفتوح.